كناش بنخرج اصلا. فاحنا بعد كتب الكتاب يعني مش بنتاخر بعد كده، بس احنا مروحين اه يعني خلاص احنا بنرد عليكم وصايه وماشي. احنا بقالنا كتير قوي ما خرجناش، واحد يزهقني بصراحه. ما دام مستأذن من الحماية محدش طلع عندي حاجة. اه يا جماعة طلعت من الجامعة سلمى، سلمى لما جابت الجديد أنا اشتريت منها القديم، لحد ما إن شاء الله برضه أنا كمان هجدد يعني، احنا هناخدها ستيب باي ستيب. بس مش هجدد. ما أنا عندي كتاب أهو هشتري لك. لا مفيش منه، أنا هجدد شوية سنتين تلاتة أربعة كده وأغيرها. هي كانت بتحب واحدة تقدم لها ومحصلش نصيب، هي بتقول فرحه النهاردة واخته عزمتها. هي ممكن ما تكونش تعرف اخته دي حرباية. اخته دي حرباية. لا هي ممكن ما لا هي ممكن ما كنتش تعرف تعرف ان انتي بتحبيه او لسه متعلقة بيه، تكون عزمتك من باب اللي هو ولو تعرف وعزمتك فدي حرباية. هي ما احنا خلاص الله يسهله اتجوز هتعملي له ايه؟ بصي بقى بص لمصلحتك، انا هو بص لمصلحته انت كمان بص لمصلحتك، ربنا يكرمك بعد كده بنصيبك و... والدنيا ما بتقفش على بالظبط، والله ما بتقف يعني والدنيا بتمشي يعني، ربنا بيعوض دايما، يعوض ربنا دايما احسن من تدريباتنا احنا كمان كمان اكيد دايما دايما عوض عوض بجد والله دايما عوض ربنا. عايز ايه؟ انا عوضك؟ عوض طبعا، عشان كده بقول لك دايما عوض ربنا احسن بكتير. قال لك اوكل كان زعلان على اوشا، ربنا كرمه مشروب. تعالى خد اديني من عندك. من يوم ما عرفت كذاب. من يوم ما كتبت الكتاب لا انت كنت بتحبني شويه قبل كتبت الكتاب، بس كنتش مدي لنفسي ال هو اعترفي اللي هتبقى الحياه الاخيره فاهمه، بس خلاص بقى اللي هو كتبت كتابي فمراتي بقى بقت بتاعتي انا، محدش هيقدر ياخدها مني يعني، بتاعتي انا ملك انا، انا هنا اهو هنا كده انا بس هي دي الهبله دي ده فوق ده كده بتبوظها. لو احنا مش متجوزين احنا مكتوب كتابنا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله دخله يعني. الدنيا كلها اتجوزت الا انت، ممكن بالنسبه لك او حاجه مضحكه، بس اسمع حاجه مش مضحكه خالص يعني، احنا ممكن نقول ربنا يوفقك ربنا معاكم ان شاء الله تتجوزوا قريب، بس الدنيا كلها اتجوزت الا انتوا دي. طب انا اكمل مش حلوه ممكن اكمل مش عشان. انا بصوا يعني هو احنا ليه كشعب مصر ما عندناش حته جبر خاطر يعني، يعني يقبلوا خواطر بعض اللي هو الدنيا تمشي بالحب، مش لازم يبقى الموضوع انت كده مش خفيفه يعني والله، انت كده مش ظريفه. هو كل واحد بيمشي على لا لا هو هي كده مش ظريفه يعني، انت مش ظريفه ان انت داخله تهزري احنا هنلتمس يعني مش كده يعني بس ماشي ونبقى اوفر. بص اقول لك انا مخلص جيش بقالي 7 شهور الحمد لله، ومعايا زوجه محترمه شايله ومقدره ده، وربنا يسهل لنا باذن الله احنا اللي جايين باذن الله. بس اول انطباع خدته عنك او اللي هو اصلا انا كنت رايحه قبل ابقى مش طايقه، وانت عارف انت كنت جاي تقابلني وانت ما عارفش كنت جاي ولا لا، بس مش طايقه عشان صراحه عشان انا اصلا مش عارف، بس انا كنت رافضه الفكره عموما. بس اول انطباع خدته يعني انا المفروض انا كنت محضره اسئله كتير، وقعدت اقول لاصحابي ان انا اساله على برده قوي كانت ساكته. ايوه وعمال اتكلم معاها في اي اختراع واخترع اي حاجه وهي برضو يعني كنت محضره اسئله كتير عماله تعمل لي كده. كانت حماتي بقى حبيبتي ربنا يخليها لي، كانت اللي عماله تكش عماله ترقص في رجليها انا قاطع عليها كل شويه تقرصها عشان تتكلم. بس انا لما خلصت حسيت ان انا مرتاحه، اتكلمت معاه بعد كده، هو بعت لي على الفيسبوك عشان هو خد الفيسبوك بتاعي، اتكلمت معاه طبعا استاذنت من بابا واتكلمت معاه، قعدنا فتره كبيره من اول يوم الحمد لله يعني ارتحنا، عكس حصل بيتنا لتاني يوم الصبح روحت الشغل وانا كنت مطبق عشان خاطر اتكلم معايا. طبعا دلوقتي عمرها